السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله هذا الوجه، أسأل الله العظيم أن يوفقك وصل على النبي. مقطعنا لهذا اليوم يا جماعة الخير راح تنكر الشايب، شايب، لكن وش بيصير تنكرت؟ الله أعلم، بقعد بهبت. ممتاز، خلونا نتنكر بعدين أعلمكم وش بيصير. الآن بعد مرور تقريباً 40 دقيقة، يا جماعة هذا اللي حيب، بس الأهم تغيير الملابس. بسم الله. والحين يا جماعة الخير الله يحفظكم يا عيالي، قبل لا نبدأ هالفيديو اللايك والاشتراك. بعد ساعة ونص من الشغل هذا المنظر، الحين بنطلع برا ونبي نفلم، والله يسر ان ما ننضرب. ليتس جو. انا اسف انقطاع يا جماعه الخير، اعطوني ثواني من وقتكم. تطبيق نيو يا جماعه، التطبيق اللي بيفيد الصغير والكبير، التطبيق اللي بيفك لك ازمه من جميع البرامج، يعني بدل ما تحمل 10 برامج كل شيء موجود بتطبيق نيو. مسوين سحب على 20 بلاي ستيشن، اتوقع يوم يومين وينتهي. الان حملوا التطبيق واللي يحط الكود حقي هذا طلع لكم فوق، نيو ار اي 222، اذا حطيته تدخل السحب على 20 بلاي ستيشن، ويا رب يا كريم ان واحد منكم هو اللي يفوز بلاي ستيشن. الرابط تحصلونه تحت بالوصف، تحمل التطبيق يجيك كود الدعوه، تحط كودي نيو ار اي 222 وفالكم الفوز بلاي ستيشن. بعد قلبي خليكم مع مقطع الشايب العايب. مساك الله بالخير، ما معك سلف عشري؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طيب الان يا جماعه الخير جاهزين، وين نروح ما ادري. في ثلاث خيارات، في حديقة لازم نروح لها، وفي مطعم مع انه مطعم ما يمديني اكل انا باكل لحيتي، وفي مول وكذا محل ملابس كذا في ناس كذا. وش الفكرة؟ ما ادري، بروح بدخل على الناس وبشطح عليهم والله يستر ما ننضرب. يلا يا سواقي. اكبر منك، لازم تحترمني، لازم تحترمني، الله يرحم والديك. عطنا عبادي الجار. يا عيال دقيقة، ستوب، وشلون بنصور؟ طبعا لازم نظارة، احتاج نظارة، وانزل هذه واصغر عيوني وكذا واسولف عشان ما اخاف احد يعرفني ولا شيء. وشلون بصور وما يشوفنا؟ انا اعلمك شلون. ها عزوز مصور يكون في الزاوية، ها وانت تشطح وهو موجود بس مسوي زوم، فهمت؟ يمدي تزوم يا تلقطنا صح؟ اخاف يشوف الكاميرا اللي بنصور معه. حيري ما مسي حيشي فمر موحي. يا عيالي والله العظيم اذا انت مشرك. اشتركوا يا جماعه عشان ما نقصر بعض، الله يعطيك العافيه. الله يسلمك، اشتركوا قبل لا انضرب. يا عيال تكفون، اسمع عزوز انا جايبك عشان انك جلف، اذا حد ضربني افزع لي تكفى، اما انك تصور لا لا تفرج علي، نزل الكاميرا واضرب معي. ابو سيكل هذا، ابو سيكل لازم تفرق، ابو سيكل بيدور دوره ثانيه بيسوي رياضه صح؟ بوقفه هنا على انه ولدي، ولدي منصور. طيب انت هذا وين يجلس؟ هذا وين يجلس؟ يا سلام حلوه، انت تجلس هنا تعطيني ظهرك، هو يجلس قدامك ويلقط هنا خلاص؟ هي عند هذه هنا، انت تجلس هنا عطني ظهرك وانت خليك هنا اجلس. ها يلا 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 وليدي منصور، منصور 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 سحب علي منصور، لا امحط بالعصا قهرني. قمط سحب علي يا عيال. بالخير شلونك؟ طيب ان شاء الله. انت ولدي منصور؟ لا والله سم مو ولدي منصور انت؟ لا صاد اي والله ولدي يا مضيع، ولدي منصور مضيع.
والله اني مضيعه ولي. ابشر بعزك يا عم. الله يسلمك. مضيعه وليتي. ابشر بعزك، وينه بس؟ ما ادري، انا حاسب انك منصور النظر ما شاء الله. لا افع عليك طال عمرك. الله. كلنا ابناء خير ان شاء الله. الله يجزاك. وينه بس؟ وشلون شكله؟ ما ادري والله اني انا من النظر، انا ما ادري شلون وصلت يا وليدي. افع عليك بس تامر امرك. الله يجزاك خير. ايش بغيت يا عمك؟ الله وينه؟ ما ادري، بس خلينا نسوي رياضه. الله يسعد قمعت قلبي. امزح والله، ترى جالسين نصور هناك يا ولد. انا كنت شايف لا تعلمه باسم عطري، قبط اسم عطري. الله يسعد. عادي المطر ينزل؟ لا عادي، بس اسالك بالله كني شايب. بس الريحه، بس الريحه، بس الريحه يا عيال. ريحه عطري يا عيال تكفون. اتمرغ هنا، عرفني من ريحه عطري. عرف اسم عطري ورب الكعبه. منصور، انت منصور؟ لا يا شيخ، لا فيصل. ونعم، شلونك؟ الله يحييك، كيف الحال؟ طيب. الله يطول عمركم. شلونكم؟ انا ولدي منصور ما ادري وينه، الله يعافيكم. منصور ولدي ما ادري وينه. كم عمره؟ كم عمره يا شيخ؟ انت منصور ولدي؟ يا منصور يا مال قلبي، يا منصور وينك؟ تعال معي للبيت. مش انا للبيت، منصور مش مو انت منصور ولدي؟ كم عمره؟ عمره خلي بتاكد واجي. الله يسعدكم. انا اسف يا اخوان، جالسين نصور. اذا عادي يعني. شكرا لكم، الله يسعدكم. انا اسف بالله كني شايب، صدق ولا لا؟ والله صدقنا والله. اسالك بالله. يا مال العافيه، شكرا. منصوره وش منصور ولدي اللي طلع فجاه؟ يعطيكم العافيه، شكرا. عادي ينزله يا حبيب قلبي، شكرا. انا ما اقدر اطول لان بعضهم يتوتر مره، انا اشوف التوتر احس فيهم، عشان كذا اعترف على طول واضحك انا. ويتوترون وانا اتوتر معهم. طيب الان وصلنا الاكاديميه، وهنا الشيخ هذا الكوتش اتفقنا معاه انه انا ولي امر واحد منهم، فبيلعبوني معهم ان شاء الله ما يقفطوني، بحاول ترطم على اني باذن الله. يلا بسم الله. اساس مصور الاكاديميه موجود، تمام؟ فاعطوني لعب نظيف. اوكي شباب، اوكي شباب، اوكي اساس. طبق طبق التمرين، طبق التمرين، طبق التمرين. عبد الله شوي 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 شوي، انت معهم الحين. الله خير يا عم. هلا وسهلا. رب الكعبة توترت، ما بي حد يشوفني. نزل نزل. عبد الله الله عليك. انكبت انا، لازم اقدر اركض الحين، خلاص شكه وشكه مره. تعبتوني حبيبي والله انكم ابطال، ابطال والله. يجيب من الجو، الله يعطيكم العافيه.
ما معي رياق انا شايب صدق ما في احتراف شايب اطلق شايب الله يسعدك شكرا شكرا تابعت قلبي انت حبيبي حبيبي واذا ما انت مشترك احسنتم الله يسعدكم من اين اللعب هذا نعم نعم يا كليب يا جماعه ورب الكعبه تعبت قسما كني لاعب مباراه كامله وانا اركض ماني جالس اشوف منزل شماغي مره لانه ادري بيقفطوني من عيوني شفت واحد سمعت يقول هذا كنا رايد واحد ثاني يقول هذا رجلينا مو رجلين شايب ها حلو نزل شماغ لكن الحمد لله عدت يا حبين الله يوفقهم ان شاء الله نشوفهم لعيبه انديه باذن الله نشوف اللي بعده يلا 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 لبق لبق هنا والحين يا جماعه وقت الشوبينج يبينا نتقضى ليتس جو يا وليدي انا مسافر لتايلند وبيلي لبس يصلح لي ابي على ذوقك والله ابي اقيس السروال وين اقيس لا طيب طيب ذا ابي اقيسه بقيسه الله يعافيك يا وليدي الله يعافيك عصاي 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 الله يرحم والديك عصاي نسيته كويس الله يعافيك يا وليدي يرحم الله والديك كم سعر هذه هذا سعر 80 هذا 80 طيب يا وليدي تعال ما بقول لك شيء واذا ما انت مشترك اشترك اهلين والله الله يسعدك يا حبيب انا اللي جذبني ان محلك جميل ما شاء الله هذا خلنا نيجي نصور هنا ونتشرف انك طلعت بقناتي وهل عادي المقطع ينزل يوتيوب ولنا نشرف اكيد اللايك والاشتراك يا جماعه الخير يعطيك العافيه يلا 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 لايك والله بنشتغل الله يعطيك العافية شكرا شكرا لكم طيب اسمع دامك انت صاحب محل اللي هنا المحلات اخويا كله ابيك تكلم المحل اللي قدام هذا وتقول له انه الشايب هذا فاقد الذاكرة بس قل له فاقد الذاكرة قل له ازعجني ما ادري شو وضع فاقد الذاكرة شو يجيني اول ما اسولف معه انت روح وخلنا خلنا انا افلم عليه روح له انت وانا بس انت اسبقني هناك انت ولدي سعد لا ها صادز انت الله يعافيك يرحم والديك انا ما ادري وين بيتي في فراش هنا اقدر انام ها اي مكان انام به مضيع بيتي انا ما ادري وين هنا تعال بدخل لك المستودع تنام الله يجزاك خير الله وين المستودع وينه هذا ها هذا المستودع انام به الله يجزاك خير الله يرحم والديك يا رب اوه بسم الله اه ابويا الله يرحم والديك الله يرحم والديك ابي لي سروال ابي سروال صغير هذا ضيق شوف بالله كني شايب والله العظيم كني شايب يعني ما دريت ابدا اني ماني بشايب اسالك بالله الله يسعد هذا الوجه تشرف فيك هذه قناتي باليوتيوب رايد اسمها حلو اقدر انزلها باليوتيوب عادي لايك واشتراك يا جماعه الخير يستاهل البطل واكرمنا على طول اداني المستودع اقرب شيء روح نام يا وحش السلام عليكم الله يمسيك بالخير شلونك طيب ان شاء الله الله يحفظك يا وليدي انا ولدي ما يرد علي ولا رد علي يقعد يقفل وجهه ويسبسب دق عليه قل له انه ولدك ابوك تعبان قل له ابوك تعبان هو ابو عبير متزوج بعد الله يحفظه والله اني احبه انا احبه بس ما ادري ايش فيه قل له لا اله الا الله ما يرد لعله سحب علي شوي
ابو عبير مقفل جواله بارد الوجه. السلام عليكم. الله يمسيك بالخير، شلونك طيب؟ يا وليدي انا ولدي فواز ادق عليه يسكر بوجهي ويتكلم علي وانا تعبان. بالله ابيك تكلمه قول له ان ولدك انه ابوك بالسوق. بسمع معك انا. فواز اسمه، فواز. ما يرد فواز ولدي، والله اني ادري. يا الحول، اشوف ولدي ثاني. هذا ولدي عاد متزوج، اسمه ابو الجوهره. قول له يا ابو الجوهره ليه ما ترد؟ يقول يا ابو الجوهره حرام عليك. كلمه الو. السلام عليكم. هذا هو ولدي، كلمه ابو الجوهره. عليكم السلام ورحمه الله. اخبارك طيب؟ مخليني بالسوق، تعال خذني. وراك مخلي الوالد الله يسعدك. المعذرة منك، وين في سوق؟ بالعليا فيو. لا حول ولا قوة الا بالله. تشوف ما يبيني. وين لقيته؟ بالعليا فيو، موجود بالسوق بالمول. الله يجزاك خير. لو ولا عليك امر يعني تكون حوله بس لين ما ارسل احد من اخواني. ابشر. لان ترى شوي يعني في خرف، الله يرفع عنه. ابد يا ابوي، بحسبة ابوي هذا والله. عيوني لك. الله، وش يقول هو؟ بيجي الحين. يلا انت مين؟ انت ابويا. انت ابويا. وين ابويا انت؟ ابويا. الله يسعدك ابويا. ابويا ابي ريالين. ما معك كاش؟ معي شبكه. وين الشبكه؟ الله يسعد قلبي يا حبيبي، نمزح معك. لا عادي يا بعد راسي، عادي المقطع ينزل يا حبيبي. قل لهم لايك واشتراك. وشرفتني الكسك، مره جذبني، عشان كذا انا جيت عندك يا بعد قلبي. الله يسعدك يا حبيب قلبي. بس بالله عليك اسالك، بالله كني شايب صدق؟ اي والله. ورب الكعبه من اول. والله كني شايب. انا معطيه وضعيه هذا. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا حبيبي. يلا مشينا نبي ناكل جيعانين. وإذا ما أنت مشترك اشترك. ورب الكعبة يا جماعة، أبو الجوهرة قسما بالله العظيم ثبت لي تثبيته، قال لي رايد شوت، عزز لي تعزيز. طبعا ما متفق معهم، دقيت على العيال اللي ما يرد، واللي أبو الجوهرة رد وسلك على طول. انا سمعت صوتي قلت على طول درى ابو الجوهره، مو طبيعي، صانع محتواي المفضل. والحين بنروح ناكل، نلقى لنا حد ياكل ناكل معه، مع ناكل شوي لحيه، لان من اليوم قاعد اكل شعر اللحيه. السلام عليكم. كيف حالك يا باي؟ يبغى اكل. يبغى اكل. خبز. السلام عليكم. فكر انا شيبه؟ ما في شيبه، انا هذا كله خربوطي. ما الضحك ذا. بالعافيه يا حبيبي. يقول لي ربع حبه بيعطيني. فيهم الخير، الله يوفقهم. إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الفيديو بإذن الله. إن شاء الله. طبعا وجهي مهلوك تعبان، وش نبي نستطاح. إذا عجبكم فيديو تبون جزء ثاني وأقوى، أبشروا بالخير. ولكن يا جماعة المقطع مفروض ينزل فوق الساعة مدته، والله العظيم. لكن أغلب اللي أصورهم وأخذ اللقطات الحلوة، لخلص اللقطة وعلمته لا ينزل المقطع. ما أقدر أقول له شيء، تم أبشر الخشب. صور واحد ثاني ما ودي أطلع بالمقطع. أبشر
لا لا الاغلب 80% رفضوا انه ينزل المقطع، فراحت كل الرياكشنات راح كل شيء. فالجود وموجود، قلت والله دامي من العصر وانا اضبط هاللحيه اني لا انزل مقطع لو لقطه واحده. ادعمونا من اللايك والاشتراك والاشياء الطيبه هذه تفرحني، وابشروا بالخير يا جماعه الخير، ابشروا بالعوض باذن الله. المقطع الجاي اقوى وافضل، تحيه لكم، ترقبوا المقطع الجاي اقوى من هذا. شكرا لكم يا جماعه الخير، يعل الله يدخلكم الجنه كلكم يا رب، ان الله يجمعنا واياكم بالجنه. احبكم، مع السلامه.